قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرائحة، حلقة متميزة بعنوان تأثير الخوف في حياتنا الروحية. وقد استضاف البرنامج عبر الهاتف الدكتورة ليندا أبو جابر، استشارية طب الأطفال والصحة الشاملة. كان الحديث عن أنواع الخوف وتأثيره على حياتنا وطريقة التعامل معه. فإلى هناك آيات كثيرة في الكتاب المقدس تتحدث، إن كان في العهد القديم أم في العهد الجديد، تتحدث عن موضوع الخوف. وياما يسوع ذكر لا تخف لا تخف، حتى مع الدينهم كم من مرة جاءت كلمة لا تخف في الكتاب المقدس. فمثلا من الآيات اللي أنا دائما حاطط هيك قدامي على ورقة لما الواحد هيك بيشعر شوي بالخوف أو بالرهبة من قيام بأي عمل، فإنجيل متى مثلا بقول لك فلا تهتموا بالغد لأن الغد يهتم بنفسه، كل يوم له به كفايته كفايته من الشر. وأيضا فلا تخافوا أنتم خير من كثيرين جعلتموهم. وأيضا بلوقا ثم قال لتلاميذه لذلك أقول لكم لا تهتموا لأنفسكم بما تأكلون ولا للجسد بما تلبسون، النفس أهم من الطعام والجسد أهم من الثياب. انظروا إلى الغرباء لا يزرعون ولا يحصدون، ليس لهم خزيا ولا شحناء. وأيضا في إنجيل يوحنا أترك لكم سلامي سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. وأيضا من تيموثاوس الرسالة الثانية، لأن الله لم يعطنا روح الخوف بل روح القوة والمحبة والتعقل. طبعا هاي الآيات من الكتاب المقدس، والآيات أيضا في الكتاب المقدس العهد القديم عندما قال بمزامير الرب نوري وخلاصي فممن أخاف، الرب حصن حياتي فممن أرتعب. وأشعيا لا تخف لأني معك، لا تنظر بترهب لأني إلهك، سأشددك وأعينك، سأعينك نعم، سأمسك بيدك اليمنى الصدق. وأيضا طلبت الرب فأجابني ومن جميع مخوفاتي نجاني. والآن بأشعياء، والآن هكذا قال الرب خالقك يا يعقوب وجاعلك يا إسرائيل لا تخف، لأني فديتك دعوتك باسمك أنت لي. ومن سفر التثنية تشدد وتشدد لا تخف ولا ترتعب، لأن الرب إلهك هو يمشي معك لن يتركك ولا يتركك. ومن المزامير في يوم أخاف أنا إليك سأثق بك. أبونا كل هاي الآيات اللي بنقراها وبنسمعها ومتردد في الإنجيل المقدس كل نهار أحد من الملتزمين يحضروا الأدديس يوم الأحد، لا تخف وأنا معك، تشدد ثق بي أنا أمسكك، لا تهتم إلى الغد، كل هذه الآيات. ولا زلنا الخوف أحيانا يتلبسنا. طبعا إحنا طبيعة بشرية، إذا بدك تدخل على الدكاترة النفسيين والسيكولوجي للبشر والتركيب السيكولوجية والآخره، والله يعيننا على اللي منشوفه خلال الحياة نحن. فعشان هيك الخوف يعني هو شيء طبيعي. إجمالا من قصة التكوين، سفر التكوين بتبلش قصة خوف الأولى. قصة آدم عندما أغوى الشيطان الحي، أغوت حواء ومن ثم حواء إلى آدم، اختبأ من وجه الله خوفا. فيا آدم يا آدم أين أنت؟ قال له أنا خجلان أوقف قدامك. هو مش خجلان، هو خايف. قال له شو عرفك أنه أنت عريان؟ أكلت من الشجرة اللي أنا قلت؟ طبعا ربنا بسابق علمه ودرائه، هو عار وشايف. نعم طبعا، بس هو قاعد بيشوف وشو بدي يحكي. عم بيستجوب بالضبط. فبلش الخوف من الغلط. أول أنواع الخوف هي الخوف من الخطأ اللي بنعمله. نعم. ردة فعل المقابل، يعني بقلق وبخاف لما بكون عامل إشي غلط ومستني الشخص الثاني يكشفني أو ما يكشفني، ردة فعله أو ما ردة فعله، هل سيسامحني؟ هل سيعاقبني؟ هاي بتفوت الإنسان في الخوف. بداية الخوف هو عكس الشعور بالأمان، السكينة والهدوء والاستقرار. الخوف
بيولوجيا بجسم الانسان بيصير الغدد افرازها تزيد. نعم. الدكتوره بتتوسع بالموضوع العلمي. نعم. الهرمونات بتزيد، ضربات القلب بعرق، بصير يتذكر الانسان الاشياء اللي بتخوف اللي حصلت معه المقلقه وايش نتائجها راح تكون. من هنا بتولد شعور الانسان بالخوف. نعم. وكان لنا مثال بادم اول الساقطين بهذه الخطيئه، اذا جاز التعبير. احنا بنحكي الخطيئه بشكل عام مش الخوف بشكل خاص. هلا الخوف من الخطر، الخوف من المجهول، الخوف من الخطأ اللي حكينا عنه قبل شوي اللي نتيجة عن أنا عمل أقوم فيه أو أفكر فيه. نعم. بالعبرانيين 10 من العدد 7 بيحكي لنا إنه لا خوف بالمحبة. يعني إذا أنا بعرف إن دكتورة بتحبني بتحترمني بتقدرني ما بخاف منها، أنا بحترمها عشان ما أزعج شغلها أخربش مشاريعها وشغلها. أنا بكون دقيق مش لأني خايف منها، لأني خايف على شغلها، خايف على سمعة أدائها، خايف على برنامجها اليومي، خايف على شغلها. فأنا بضل هكلان همها وبضل رايح وجاي وهيك. زي إحنا بنقول لك بالسفر الحكم بنقول لك مخافة الله هي رأس الحكمة. نعم. شو رأس الحكمة يعني؟ يعني قمة الفهم. نعم. قمة الذكاء إنك أنت تكون. وتحدثنا قبل الهوى حضرتك حكيتي إنه أنا من محبتي لله أنا بخشى غضبه، بخشى مخالفة وصاياه عشان أضل أنا وياه في علاقة شخصية سوية، علاقة شخصية سليمة. اليوم مثل ما حكيت لك عن موضوع الخوف وتأثيره على إيماننا، حياتنا، مسيرة حياتنا كيف منعيشها، فإحنا حابين من الناحية الطبية الصحية النفسية تخبرينا عن الخوف. الخوف هو شعور كلنا بنشعر فيه، يعني على من أول ما نولد لحتى قبل ما نموت. هذا شعور اسمه شعور primary أو أولي. نعم. وكثير من المرات الخوف بيكون مغطى بالغضب، بيكون مغطى بالقلق، بيكون مغطى بالإحباط، بيكون مغطى بالعصبية. نعم. فجدا مهم انه ندور على الخوف اللي في حياتنا. نعم. في ثلاث انواع معينه من الخوف. في الخوف الاني اللي هو صحي، يعني اذا اجاك اسد وبده ياكلك بدك تخافي علشان تعرفي، عشان جسمك يتخذ الخطوات المهمه علشان يتفادى هالاسد. نعم. لانه الخوف فيزيولوجيا بيعمل عده شغلات. اول شيء بسارع نبضات القلب. نعم. بسارع النفس، بخلي النفس بسرعه وبعدين سطحي مش عميق. نعم. بيخلي الببو عنا يتوسع وبيخلي كل الدم يروح على العضلات. ليش؟ علشان بدنا نتعامل مع هالأسد، يا إما بدنا نهجم. نعم. يا إما بدنا نهرب. نعم. يا إما بدنا نجمد. يعني في إذا بتطلعوا على الحيوانات بالطبيعة. نعم. خلقها الله إنه بتجمد ما تتحرك عشان بتفكر إنه الحيوان اللي جاية كلها ما بتشوفها. نعم. وبعدين عند البني آدم في الخنوع، انه يعني اذا ناس عم بتهجم علينا ممكن انه نخنع ونقول اوكي شو ما بدك اعمل اعمل، عشان يعني هو نوع من الجمود. نعم. فهي انواع الخوف الـ الكبيره. نعم. وغير اللي بصير انه منحس بالخوف، سواء كان خوف جسدي انه جاي علينا اسد او جاي ناس بده يضربنا او في حرب. نعم. او الخوف اللي الله اعطانا مخيره كثير حلوه بس للاسف نستعملها للاذيه، بنفكر بشغلات بتخوفنا او نحضر اخبار بتخوفنا، فجسمنا ما بيفرق بين الخوف الجسدي هلا بحياتنا الحاضره. يعني بالزمانات كنا ايش بدنا نخاف؟ بدنا نخاف بدنا ناكل، بدنا ننام، جاي ناس يسرق اللي عندنا. هلا بطلت هاي الشغلات. نعم. كنا نشوف بلحظتها الانيه انفجار بمحل، ناس عم تعتدي على ناس ثاني، فهي كلها مخاوف. نعم. وبتعمل نفس التغيير الفيزيولوجي بالجسم اللي هي سياره جاي علينا ولا اسد جاي علينا.